فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان اينما كنتم تحية طيبة ناتيكم هنا من خلال هذه المباراة الودية التي تجمع ما بين الفريق النمساوي ريد بول سالزبورغ امام ريال مدريد الفريق الاسباني الكبير من خلال هذه المواجهة التي تعد مواجهة اعدادية بالنسبة لريال مدريد، في حين ان ريد بول سالزبورغ يلعب هذه المباراة اعتقد لاغراض تسويقية مهمة لهذا الفريق، على اعتبار ان ريد بول سالزبورغ يلعب على مستوى بطولة الدوري النمساوي وقل العناصر الأساسية لهذا الفريق، على اعتبار ان بطولة اذا تفعيل الاطراف عن طريق هذا الثنائي وضم كل من كما نشاهد هازارد وبنزيما وخلفهم راح يكون هذا الرجل واقع، وحتى وكلاء اللاعبين المطروحة حاليا، وهنا لدينا تسديدة من كاسيميرو الى خارج ارضية الملعب. رؤية ريال مدريد لجماهير ريد بول اكيد امر مهم، موجودة في الجهة اليسرى، تصل الان خطيرا لسالزبورغ عرضية لكنها بعد ذلك مرت لتصل لمصلحة. ثلاث ألقاب في فترة الثلاثينيات من القرن الأول. أوه 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 يا هو تدخل، وأيضا راموس مع اللاعب المالي الجديد بالنسبة لريد بول سيكو اللي جارث بيل، هنا محاولة خطيرة وصلت مينامينو يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا الياباني تاكومي يقول لك شكرا يا بيريز. هنا لدينا شوف النقلات الموجودة لشبان سالزبورغ لكن الكرة تبعد تصل إلى إيدن هازارد والفرق ذات الحاجة. هنا لدينا كرة عرضية خطيرة بنزيما وأول الأهداف والفرص تضيع لمصلحة ريال مدريد تحديدا لكريم بنزيما والكرة التي يتصدى لها 12 لمصلحة ريال مدريد. هازارد يسدد لكنها وين؟ إلى خارج أرضية الملعب مدريد، أو لربما تكون مسألة ثار بينه وبين، خاصة بعد أن خرج زيدان وصرح للصحافة. عرضية خطيرة مبعدة من لا ترضي غرور الجماهير، لدينا محاولة تسديدة تتحول إلى ركلة زاوية لمصلحة ريد بول سالزبورغ. 10 سنة بيرمندي، 28 عمره 20 سنة. هازارد لديه الكرة خطيرة، هازارد هدف، هازارد جول، الله، أول أهداف المواجهة، هدف يأتي عن طريق إيدن هازارد في مرمى ريد بول سالزبورغ بالطريقة المحببة التقليدية للبلجيكي. إيدن هازارد يضعها بشكل مثالي جدا بعدما مر فتح الزاوية سدد بيمناه في الزاوية اليسرى لحارس المرمى ستانكوفيتش. هنا المرور الذي يأتي من إيدن هازارد وبعد ذلك في عقد اللاعب، هذه كل الأمور التي تجعل بعض اللعيبة تشوف أسعارها وتستغرب من خروجه بهذه المبالغ. لدينا تشوف هذه الكرة الخطيرة أيضا صارت عن طريق كارفخال، مرور بشكل ممتاز، الكرة العالية لكنها مرت إلى خارج. برازيلي جرب كرة تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة. شوف هنا هذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه المشكلة، هذه مشكلة الريال، وكيف أضاع مينامينو، كيف أضاع مينامينو هدف التعادل. سيلو كرة خطيرة الآن، خطيرة لسالزبورغ، محاولة تأتي عرضية لكنها كرة تلعب عالية. تغيير اتجاه أطول من اللازم من بول سالزبورغ، منقولة الكرة الأمامية لكن أيضا تصل إلى يمر كريم، يحاول كريم، يمرر كريم، خذوهات مع إسكو. هذا الثلاثي يبيل ثالث، هنا لدينا كرة لكن في راية وتسلل.
ينافس بعد هذه الكرة الآن التي تصل لكريم بنزيما. مارسيلو والكرة المبعدة إلى خارج أرضية الملعب. ريال مدريد حد الثاني مر حتى راه هازارد والكرة تبعد وتصل إلى ستانكوفيتش. انفراد آخر، محاولة أخرى عن طريق إيدن هازارد. شوفوا موجود يمرر لمارسيلو الكرة في الجهة اليسرى عرضية على القائم الثاني خطيرة وإيسكو يتدخل على بنزيما والكرة إلى خارج أرضية الملعب. في الجهة اليسرى خطيرة هزت على طريقة الهدف الأول، سدد لكنها هذه المرة بعيدة إلى عن طريق توني كروس. الكرة العالية رأسية، حديث مع راموس يقول له مر الكرة لكنها تلعب في الخيار. رواتب عالية، أزمة بالبناء النادي، كلها أمور صعبة. وإن كان الريال نادي أو أغنى نادي في العالم يحدد أعتقد نيمار. هنا لدينا الكرة الأمامية التي كرة تلعب، تصل الآن تسديد بعد ذلك مرة أخرى عن طريق يوبو ديارة. لاعب فريق مواهب وبيع بأسعار بعد ذلك كبيرة. اليمنى هنا لدينا كرة خطيرة للغاية لتعديل النتيجة لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ذاك اللاعب عمره 20 سنة عن طريق إسكو. تلعب الكرة العرضية لكنها تصل إضافة بلد الوليد وبعد ذلك استضافة من سيد إسماعيلية. طبعا وجود برشلونة، تجديد مين يجي من مدريد؟ فان دي بيك للوكا، خطيرة لوكا، هل يسجل لوكا بالكعب في الجهة اليمنى؟ محاولة ربما للتسديد، تسديدة قوية لكنها بعيدة إلى خارج المباراة. تعد أراها ذكية جدا لهذا الفريق النمساوي. أنه بالنسبة لريال مدريد هذا كارفاخال، خدوهات جميلة الكرة لكن أيضا ترك من المهارة الكثير. يمرر للوكاس لكن كرة هو بالنسبة له. هنا لدينا الكرة الأمامية الخطيرة وخروج كورتوا في توقيت مثالي للغاية. محمد كمارة يسدد كرة وصلت إلى كورتوا. وصل يوتسولا فينيسيوس ثاني الأهداف لمصلحة الريال. تسديدة لويس ساه هو لاعب فرنسي كان فيه للعطاء بشكل كبير ويتمنى أن يقدم اليونايتد على مرور لوكا وتسديده. كارلوس يتدخل ومن ثم تغطية دفاعية والإبعاد الذي يأتي في اللحظة الأخيرة بشكل مثالي رائع جدا في الكرة الماضية. هذا مجيد يحق ذكية للغاية عرضية والثاني أهداف الريال على التنفيذ. مجيد يترك الكرة تلعب عالية، اصطدت في فاران تحول. تسديدة قوية ممتازة لكن برافو كورتوا في ثبات ينقذ الهازارد. لديه الكرة خطيرة، هازارد هدف، هازارد جول. الله، أول أهداف المواجهة. هدف يأتي عن طريق إيدن هازارد في مرمى ريد بول سالزبورغ بالطريقة المحببة التقليدية للبلجيكي. إيدن هازارد يضعها بشكل مثالي جدا بعدما مر فتح الزاوية، سدد بيمناه في الزاوية اليسرى لحارس المرمى ستانكوفيتش. هنا المرور الذي يأتي من إيدن هازارد وبعد ذلك العطاء بشكل كبير ويتمنى أن يقدم اليونايتد على مرور لوكا وتسديده. كارلوس يتدخل ومن ثم تغطية دفاعية والإبعاد الذي يأتي في اللحظة الأخيرة بشكل مثالي رائع جدا في الكرة الماضية. هذا مجيد يحق ذكية للغاية عرضية والثاني أهداف الريال على التنفيذ. مجيد يترك الكرة تلعب عالية، اصطدت في فاران تحول. تسديدة قوية ممتازة لكن برافو كورتوا في ثبات
تنفذ الحل. وصل يرتزون لفينيسيوس ثاني الأهداف لمصلحة الريال، تسديدة